يثبت الشاب الكويتي دائما وابدا قدرته وكفاءته على كافه الاصعده والميادين المختلفه في عمليه تحقيق التفوق والنجاح في الكثير من المجالات. زميلتي اماني. بالضبط عيد، ولعلنا هذا المساء امام تجربه رائعه وناجحه لطاقه شبابيه استطاعت ايضا ان تكيف الظروف لبيئه جاذبه لاعداد طبعا كبيره ومتنوعه ايضا من الطيور النادره حيث الالوان الخلابه والطبيعيه الساحره. اذا رحبوا معي بالاستاذ المهندس بدر الكريباني صاحب محميه الكريباني للطيور النادره، حياك الله معنا وشكرا على قبول هذه الدعوه في هذا البرنامج. يا هلا ومرحبا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا اشرف الانبياء. اول احنا اول شيء بلشنا فيه بدايه المحميه، انشانا المحميه انشاء كبدايه محميه طيور، وانا من هواه الطيور من يوم الصغر انا واخواني. بداياتنا بدينا بدون محمية، وبعدين بلشنا بالمحمية ما يقارب انشأنا المحمية مدة ما تقارب إلى 8 سنوات، وبعدين أنجزنا فيها والحمد لله أبدعنا فيها والحين إنجازها طيب ما شاء الله تبارك الله. نعم أيضا طبعا هذه المحمية دائما عيد أكيد يعني أستاذ بدر يعني ما يت إلا أكيد من باب جهد وتعب وتجاوز كثير من الصعوبات، وصرف أموال بالضبط وصرف أموال، وأكيد يبي لها مجهود كبير في أنك طبعا جابل هذه المحمية وأيضا طيور نادرة يعني، فخلنا نتكلم عن الصعوبات والعراقيل اللي مريتوا فيها. من الصعوبات اللي مرت علي بداية زراعة المحمية، كيف تبي تزرع المحمية؟ طيور جاية جديدة متعودة على بيئة معينة طبعًا. وانت بتنشأ بيئة جديدة، بعض الأشجار مو موجودة بالكويت، فلابد انك تحصل بديل الأشجار. في البداية خسرت خسارة كبيرة، كانت تجربة وبعدين الحمد لله أبدعنا والحمد لله. نعم يعني ما شاء الله تبارك الله. تحتاج الطيور هذه مواد تغذية خاصة نفس الموز والتفاح والبرتقال، سوينا البيت المحمي والحمد لله. نعم يعني ما شاء الله هي معروفة محمية الكريباني على مستوى الكويت والخليج يعني، حتى الانستغرام اللي يشوف ما شاء الله وابداع فيها، ابداع جميل جدا. عسى الله يوفقك ان شاء الله، واحنا نسعى طبعا للأمانة مثل الشباب الكويتي اللي يبدع عند هذه الافكار الخلابة. ولكن انا ودي اتكلم ايضا عن انواع واعداد الطيور النادرة في هذه المحمية، لان شفت جميع من الانواع المختلفة فيها. الحمد لله انا عندي 350 نوع داخل المحميه. وتكون بس ودي اعرف مساحات المحميه. عرضها 60 ب 36 ما شاء الله، نسويها نفس الخيمه كاساس هواء ما هواء، هذا شغل هندسي اساس انها لا تطيح، وسبحان الله تعرف الهواء ما شاء الله الجو عندنا ما شاء الله. فعندي 350 نوع ما شاء الله. تكون انواع اللي عندي 3 انواع، بريه برمائيه نعم، طيور الغابات. الطيور الغابات تكون من حمام فيكتوريا، نكوبار، هذا نوادر، وتكون سويريز، وتكون من انواع، وندش على انواع الفزن، فزن الهملايا من النوادر، فزن الياباني، وعندك البط، تدش على البرمائيه، عندي البط بلاك نيك، بط البلغشه، وعندك بط اليوسفي، هذه الانواع اللي تكون من عندنا النوادر الحمد لله. والطيور المعتاده طبعا. والطيور المعتاده. ممتاز، انا من محبي الطيور بصراحه عيد يعني، فصار فيني فضول اني اسال ايضا عن اذا كان هناك ايضا ورش عمل في المحميه، وايضا اذا كان في دعم لمحبي التصوير لهذه الطيور. عندنا ورش عمل والحمد لله، عندي اخوي ما شاء الله ماجد الزعابي. والله. هو اللي دائما يسوي عندي ورش، وندش سبحان الله الورش هذه انا مجانا اول شيء. الورش عندي يدشون فيها التصوير، عندهم مسابقات، وان شاء الله نامل منهم انهم يحصلون الجوائز ان شاء الله. يعني ايضا كفكره عامه مثل هذه الطيور اللي انت ذكرتها، معروف انها طيور نادره واكيد اسعارها غاليه، نتكلم عن الاسعار. الاسعار نفس البورصه على حسب ندره الطير، مرات مصعد مرات نازل، ومرات الطير احنا نعتمد على ندرته، يعني في العالم موجود 400 طير، فلازم انك نقتني الطير هذا فنحصل فيكون سعره مرتفع، والله المستعان. نعم ايضا استاذ بدر، يمكن الطيور مثل ما قلت طيور اسعارها غاليه ويبي لها بيئه يعني معينه على اساس انها تقدر تتكيف وتتعايش مع الاجواء اللي موجوده، فشلون قدرتوا ايضا توفرون البيئه المناسبه لكل طير موجود من غذاء، من يعني خلينا نتكلم حتى الجو يعني الاجواء، بما ان احنا جونا مره حار بالصيف وبالشتاء بارد. احنا يوم برينا المحميه جبنا شجر وعشوائي
وسوينا نفس الاستوائية مرات مائية وجداول وثيل زرعنا وأشجار معينة أساس نخلي الطير نفس بيئته. فهذه وفي تغذية خاصة للطيور، يعني مثلا زرعت شجرة معينة من إنتاجها أعطي الطير أنواع هذا الشجر، فهذا البيئة لها. وجبت المراوح والماء إذا يمشي والبيت المحمي إذا يجي هواء ينزل درجة الحرارة فيصير أنه نفس جوة. تكيفت الطيور والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله تكيفت الطيور الحمد لله. اللي يشوف هذه المحمية ويتابع أيضا هذه النوع الأنواع من الطيور النادرة تحتاج عمل وجهد وصبر في عملية الإنتاج. أنت ما شاء الله اللي عارف أن أنتجت منهم، تكلم عن عملية الإنتاج. كل طير له برستيج خاص فيه، لابد أن ننتجه. فأنا سويت خانات للطيور معينة وعندي دكتور يلاحظها، ألاحظ متى في طيور تنتج بالسنة مرة واحدة، فلازم أنك تلاحظها. نفس نكوبار فكتوري لازم تنتج بالسنة واحدة، فلاحظها ويا الدكتور مالي يحتاج دكتور خاص يعني. إيه دكتور خاص أسبوعيا يمر علي ويشوف تأكد، والحمد لله أنتجنا بزارة والحمد لله وفقنا الله. نعم، أيضا ودنا نتكلم عن دور الهيئة العامة أكيد للزراعة والثروة السمكية، هل شفتوا أكيد في دعم لهذا المشروع البيئي الكبير؟ الهيئة ما قصرت، بس ما مروا علينا لا دعم معنوي ولا مادي، بس في أشخاص معين الله يجزاهم خير، بس مثل أخوي الفنان عبد العزيز المسلم ما قصر، دعمنا معنوي وشجعنا والحمد لله قاعد نبدع لنا أكثر لأكثر إن شاء الله. اللي يعرف المحميات خاصة هذه الطيور النادرة يعرف أن حتى العملية العلاجات خاصة فيها، يعني أنت بيئة الكويت متغيرة في أي لحظة، الأجواء متغيرة، ماطر، غبار، حار، برد، أيضا مكلفة في عملية العلاج والأدوية ومتابعة تحصين الوقائي لها. إحنا على دخلة حتى الأغذية، ما كلامك حتى الأغذية مختلفة، يعني أنت مجموعة من الطيور 300 نوع أغذية مختلفة. إحنا الطيور إذا جت وقت دخول الجو الحين دش علينا البرد لازم يحتاج فيتامينات نعطيها ونراقب مع الدكاترة، نطلب من برا الكويت وداخل أدوية أساس الطيور هذه يناسبها أساس تنفسي ما تنفسي، والحمد لله الحين ماشيين عليها بس الله يبارك. آمين. نعم أكيد هذه طبعا طيور مثل ما تفضل أستاذ بدر يبي لها جهد ويبي لها يعني أكيد وقت كبير، وما وصلت لهذه يعني المحمية الجميلة بطيورها وأنواعها نادرة إلا أكيد بباب محبتك. نشكرك على وجودك معنا، وهذه فرصة أيضا للمشاهدين لمحبي هذه الطيور النادرة وخصوصا اللي يحبون التصوير أنهم يتجهون لهذه المحمية ويستمتعون في الطيور النادرة. كل شكر لك أستاذ طبعا بدر الكريباني صاحب محمية الكريباني للطيور النادرة نادرة على وجودك ويانا. ما قصرت، وشكركم على يا رب. وفق إن شاء الله. ونشكر طبعا أيضا على عملية أنك مخليها في المجان، فهذا لا. يحسب لك وبارك الله فيك، فمن شاب كويتي يشار له في بلان. وأيضا هذه المحمية اللي أصبحت يعني ما شاء الله ملاذ للترفيه وغيره من هذه الجانب. الله يرحم لوالديك وما قصرت على الاستضافة الطيبة. نعم، وبكذي عيد الوقت ما شاء الله، ساعة كانت خفيفة، وإن شاء الله يعني حلقتنا اليوم نالت على إعجابكم ورضاكم. وصلنا معكم أيضا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير، على أمل تكي معكم غدا بنفس التوقيت. الخير المحبة، اجتمعنا معكم في برنامج مساء الخير الكويت، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.